خلوني اخد معايا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. اهلا بيك يا استاذ اكرم. اهلا يوسف، مساء الخير. مساء الفل، ازاي الصحه؟ كله تمام؟ تمام، كله تمام. حدثني عن قرارات اليوم يا استاذ اكرم. والحقيقه كان يوم مميز جدا حقيقه، لانه يعني كانت عجله الاقتصاد دايره في بالنسبه لي المنيا والصعيد، واحنا يمكن كنا مع بعض في اخر 21 كان فيه اسبوع الصعيد، كان فيه عدد ضخم من المحاور والمشروعات. وفي يناير اللي فات كنا في سوهاج المستشفى الجامعي والمنطقه الصناعيه، وبرده محاور وطرق ومناطق صناعيه. النهارده الحقيقه كان الخطاب انساني جدا مع الرئيس، زار طبعا القرى وحياه كريمه واستمرارها. ففكره انه الاقتصاد يبقى مستمر دي برده نقطه مهمة وفيها جزء طمعنا. والجزء الثاني كلام اللي قاله الرئيس الحقيقة، لأنه أنت أشرت لحاجة مهمة ويمكن الرئيس اتكلم عليها، الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هو فكرة إفقاد الثقة. الحقيقة أنا بسميهم بتوع الترغيف، اللي هو عاوز يكررها في عيشتك، هيحسسك إن مفيش أي حاجة كويسة بتحصل في حياتك، ولا أنت كويس وأنت يعني الحياة كلها سيئة والدنيا سيئة، بيخترعوا أي حاجة. والحقيقة إنه ده مش يعني مش مرتبط بانه ما هو الناس بتشكي، طبيعي ممكن الناس تشكي وفي ازمه، والرئيس قال ما حدش يقدر ينكر، وبصراحه ما حدش يقدر ينكر الازمه او الارتفاعات، لكن الى اي مدى انا بقدر اعالج وبقدر اتحرك؟ ان الدوله والاصلاح الاقتصادي والشغل اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت مستمر من ناحيه، ثم انه مكن الدوله من انها تصمد سنتين قدام كورونا في وقت اقتصادات كبيره الحقيقه واعي. نفس الوقت اللي بيبص من ناحيه واحده طبيعي اللي بيتابع السوشيال ميديا وبيتابع النشر المنصات العالميه اكيد شايف اللي في العالم لما بيقولوا مثلا دول كبيره تضاعفت ديونها 10 مرات. ما هو 10 مرات دي ما هو عند رأي. طب بتقيس ده وده اقتصاد كبير على اللي بيحصل عندك. محدش هيقدر ينكر طبعا، لكن هي في فرق بين ان المصريين بيتحملوا وعارفين ومتفاهمين، ويمكن الرئيس قال حاجه مهمه ان احنا 10 سنين اكيد الناس خدت مناعه بجرعات تنشيطيه، اولا كذب وادعاءات وفيديوهات قديمه وعقود مزوره، ويطلع يجي بيوازن السوق واقتصاد السوق يقول لك فين الرقابه يا حكومه؟ فالحكومه تنزل وتوازن السوق عشان العرض والطلب، يقول لك الحق بيخرب الصناعه. طب ده اصلها منتهيه الصلاحيه، اصل ميت كهرباء، اصل عندها بري، يعني هي الفكره هنا انه طول الوقت هو عاوز يحبط ويشكك وغيره. واظن انه الناس الحقيقه يعني الشعب المصري برغم انه هو بالتاكيد بيشتكي وبينكت وبيسخر وكل ده، بس ما هو عارف قد ايه قيمه البلد وانه احنا نقدر نتحمل ازاي، وازاي تحملنا ارهاب وانقطاع كهرباء. الموضوع مش بس طبعا الاقتصاد مهم والدخل مهم، ومحدش يقدر ينكر، مش هيقول لك الفلوس مش كل حاجه، الدخل مهم وكل حاجه، بس كمان بلد مهمه واسقاط البلاد وحرقها وادخال الناس في حرب اهليه وطائفيه وغيره، ده كله ده انا يعني ده بره الموضوع شويه، لكن الحقيقه هيرجعنا لنفس النقطه اللي هو انت بتتكلم النهارده الدوله بالقرارات بتاعت الرئيس النهارده اللي هو 1000 جنيه للموظفين، ذكر الحد الادنى للاجور اللي هو يعتبر خلال الاربع سنين اللي فاتت اعتقد ان هو تقريبا تضاعف، احنا كنا بنتكلم في كان 1500، تضاعفت الامور 3500 في 5000 في 6000 في 7000، وكمان ذكر الماجستير والدكتوراه في الفئات دي وتكافل وكرامه. مظبوط. فمن المهم ان احنا نفهم ده، وانت بتتكلم في البنزين وغيره، ما احنا لجنه التسعير اجتمعت 3 مرات واجلت ده، والسولار الرابع مره ما بيترفعش، لازم ده تقدير حقيقي للمواطن المصري واحتياجاته. الرئيس لما بيتكلم بس كده يا استاذ اكرم، انا كمان مش هنسى انه سعر مثلا على سبيل المثال الكهرباء ثابت لحد يوم 30/6/23، ثابت من السنه اللي فاتت لم يتحرك. من 2020، لانه في كورونا احنا فاكرين انه تم التاجيل، برضه الرئيس قال ما يترفعش او اظن او 2021، يعني عاوز اتذكر التاريخ بالظبط، دي ثالث سنه ما بيتحركش السعر، وده اتفاق كان معلن بالمناسبه. وبعدين البنزين قبل كده لما كان بيرخص
تم نزول السعر حصل مرتين وثلاثة حصل ربع جنيه نص جنيه 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 إلا ربع. يعني الفكرة هنا إيه اللي هو لجنة التسعير مع ملاحظة إنه محدش فينا بالتأكيد هيبقى مبسوط وبيدفع أكتر أو بيفول وإحنا بنقعد وننكت ونقول أنا كنت بفول العربية ومش عارف دلوقتي أنا مش هنزل المشاوير أو أنا هشيلها على ده كله. يعني طبيعي كل حد بيخفض مصروفاته بيخفض انتقالاته، ممكن الناس تتجمع في مواصلات عامة أو في عربية مثلا واحدة يعني بيتبادلوا مع بعض. يعني دي حيل أستاذ أكرم حيل إحنا عارفينها وبنعملها. هذه الإجراءات أو تحديدا القرارات اللي أعلن عنها الرئيس النهاردة واللي وجه بها الحكومة، هل كان في أي حد في جمهورية مصر العربية، لا بالمناسبة في أي حد في العالم كان يتوقع أن مصر هتعمل كده، أنه الرئيس هيطلع قرارات بزيادة الرواتب للعاملين بالدولة؟ لا كان صعب طبعا التوقع، أظنها استحالة. وكمان خلينا نقول نقطة مهمة، أنه كمان كانت الصورة اللي بينقلوها أيوة أن انهيار والضياع ومش هيقدروا يصرفوا فلوس العاملين مع أنها بتصرف في معادها، مش هيقدروا يصرفوا المعاشات، الحق فلوس البنوك، الحق فلوس يعني انت بتتكلم كميه اكاذيب غير مسبوقه، مجرات من الاكاذيب الحقيقه. صحيح يعني صحيح، واكاذيب الحقيقه من فوق لتحت، ويمكن اللي شافوا كنا شايفين فيديوهات من كام يوم قال لك ان الحال المصريين بيضربوا بعض في المعارض اهلا رمضان، جايبين ناس لابسين صيفي واحنا في عز الشتاء في عز الثلج. لا بس هو طبعا يعني ده من ضمن غباوات الاخوان المستمره، ما بيحرموش، لازم يجيب مظاهرات ناس لابسه صيفي في الشتاء وشتوي في عز الاياله، حاجات عجب يعني. هو غبائهم رزق يعني عموما، يعني غبائهم رزق للمصريين. واظن انه هذا النوع يمكن احنا في وقت من الاوقات يمكن الرئيس بيقول 10 سنين، خلينا نفتكر ان كان في مثلا 30 40 منصه والاف من اللجان بيعملوا شائعات كل يوم ويشتموا ويطلع واين مش عارف ايه، واذا طلع يقولوا هو طلع ما طلعش. يعني فكره انه يبقى الناس طول الوقت في ده ومع ذلك ما يتاثروش، وده دايما الرئيس الحقيقه يؤكد امتنانه للشعب المصري، هو الشعب المصري شعب متحضر وحقيقي لانه بيتعامل بشكل انه ممكن يبقى متضايق وممكن يفرغ وممكن ينكد، بس انه عارف قيمه بلده وعارف الفرق ويقدر يعرف المزيف دلوقتي النهارده الحاجات اللينكات المضروبه او البوستات اللي بتضرب، او ياخد تصريح ويزيفه او ياخد تصريح ويشيل حته منه ويحط اسم تاني. يعني الفكره انه احنا من الاول الازمه الاجراءات معلنة واحنا شايفين العالم، اذا احنا بنبص لمصر بنبص برضه للعالم، واكيد احنا النهارده اللي بيشوف فيديوهات او بيشوف اخبار او بيشوف تقارير او بيقرا بيعرف اللي بيحصل في العالم وبيقارن. مش هنقول هنقارن، مش عاوزين نقارن بغيرنا، بس على الاقل نقيس على نفسنا ونقيس ان احنا والله يا استاذ اكرم انا مستعد ان احنا كلنا يعني او كلنا نخضع لهذه المقارنه او نعقدها. يعني تاني هو مش في وحضرتك سيدي اللي عارفين، هو احنا الاقتصاد المصري اقوى ولا اقتصاديات الاتحاد الاوروبي؟ الاتحاد الاوروبي طبعا. مين الاقتصاديات بتاعته اكبر، احنا ولا هم؟ هم طبعا. عظيم. السؤال اللي بعده، طبعا انا عارف حضرتك عارف الكلام ده، بس انا بسال علشان الناس بس تبقى متنوره معانا فباخدها واحده واحده. طيب هو اللي بيجرى انه في حد غيرنا زود الرواتب، ولا الناس بره بتتظاهر عشان الحكايه بقت مش مكفيه وكله لمس السقف؟ والدخول اللي زادت مع الضرايب مع الحجم اللي بيدفع في الكهرباء او في الانترنت او في المواصلات او في ازاي تضاعف، واحنا لنا ناس نعرفهم، وطبعا في ناس كيفه اللي هو يقول لك طب ما تديني دخل بره، طب ما هو الدخل بره في ناس دخلها بيبقى قد الدخل هنا 20 مره ومع ذلك مش بيعرف يعيش. ده هي مش بس كده، كل واحد بيعيش بطريقته. هو هدي لك دخل بره باسعار بره، يعني عايز دخل بره احط لك اسعار بره بمنتهى البساطه، وضرايب بره، يعني عايز الدخل بتاع متوسط الدخل المواطن البريطاني وهحط لك الضريبه ال 45% برضه مفيش ازمه، ونبيع يعني لتر يعني البنزين ب 2 استرليني برضه مش ازمه. يعني كمان خلي بالك برضه الطبقات الوسطى في العالم كله بتعاني نفس المعاناه،
وبيقولوا احنا اتفقرنا، وبيطلعوا يقولوا لازم الحكومة تتدخل، وانا مش لاقي السلعة الفلانية او لاقيها بضعف ثمنها، والاسعار اترفعت، وفي سلاسل النقل بالتأكيد اثرت في حاجات كتيرة. فنفس الشكاوى ونفس الكلام، وما بنقول ده يقول لك الحق ده بيطبله. طب انت عاوز تشوف العالم كله بصورة واحدة، واحنا اقتصادنا معروف اوله واخره، يعني مش هقول لك قارني اصل الدخل بره، هيقول له طب ما تشتغل زي بره. يعني الفكرة المقارنات دي برضو مهمة، ان احنا نشوف ان الدنيا في العالم كله بتدار ازاي، او الناس بتدير حياتها كمان ازاي. طبيعي في الازمات بتتغير الاولويات بالنسبة للأسرة، وحتى بالنسبة للدولة، وحتى بالنسبة للحكومة، وخفض انفاق او غيره. يعني طبيعي انه بتفضل الاولويات، بتقلل استهلاك حاجات معينه، بتتخلى عن حاجه مقابل حاجه، التعليم او العلاج متوفر بشكل جيد بس بتدفع فيه. فدي كلها امور اعتقد انه الحزبه لما تتبص على الصوره كلها، مش هاخد حته واسيب حته، بس في نفس الوقت بالتاكيد في عالم كله طبعا النهارده في معاناه، وكل الدول النهارده بتتكلم فيه انه هذه الحرب السيناريوهات نفسها غير المتوقعه. ومع ذلك برضو خلينا نقول ان الدوله المصريه على مدى السنوات الشهور اللي فاتت في بدائل، وفي فتح لعلاقات تجاريه واقتصاديه، طرق اخرى للحصول على توفير هذه السلع باسعار مناسبه وضبط السوق. واظن حصل يعني العرض والطلب، احنا شفنا الاسبوع اللي فات جرى فيه ايه. يعني على كل انا عايز اشكرك جدا كاتبنا الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع.